إسلام بيلسان عبد الله، هؤلاء ليسوا أحياء بيننا، إنها أسماء لأموات قتلهم المجتمع وكانوا ضحايا لعيارات نارية طائشة استقرت في أجسادهم وانتزعت الحياة منها بلا ذنب، وزرعت الحزن في بيوت كانت تعج بالحب والحياة. كل ذلك لأن هناك من قرر الفرح على حساب أرواحهم وأفرغ رصاص فرحه في أجسادهم. شريط من الأسماء يمر علينا دون أن نعلم أننا جميعا شركاء بقتلهم بصمتنا وبالسماح لمثل أولئك الأشخاص باقتحام أفراحنا ومناسباتنا وإطلاق عيارات الموت تلك. أما أنا لنا أن نوقف نزف الدم وشريط الموت ذلك، فكفى ولنعلنها مدوية، لا لإطلاق العيارات النارية. كفى.